بنقول قصيدة سالفة نورة. سالفة نورة، هذه سالفة نورة طويلة حافظتها؟ أيوة. نسمع يلا. سوالف ربعي البارح شي شدني فيها وخلى مارد الهامي يسجل عندي حضوره، جابوا سالفة نوره في قصة وقلت برويها. في صف الثانوي تدرس كما هي عاد مذكورة، حكت عنها زميلتها وقالت حق أخيها. هناك بنية في صفي شكلها حيل مغرورة، في آخر صفنا تجلس ولا حد يضاهيها. دايم تطلع الأولى وعبال البنت هامورة، لكننا نطلع الفسحة وبيت الراحة يؤويها. قلنا يوم أو يومين 3 أيام معذورة، لكن على الوضع دايم من أولها لتاليها. وإحنا نشتري وناكل ونعمل مع بعض هورة، صراحة الشك من يدخل قلوب الناس يعميها ويجعل كل أبو نادم يخرج عاد عن طورة. بلغنا مديرتنا تشوف البنت وش فيها، تبعتها ولا سمعت خرير الماي له دورة. دق الجرس طلعت دخلنا وجت تناديها، فلانة شفيك ميهودة تبى تزورين دكتورة؟ قالت لا يا أستاذة ما بي إلا واشكيها، لكن عادها دموعي أخد تطيح منثورة. ما بي حد يلمحني وانا هل بعباريها، أخجل من زميلاتي وانا ماني بمغرورة. تعب تحبسها دمعات في محاجرها وأداريها، تعب تضحك على نفسي ومثل دور مسرورة، وأنا عيني بصيرة لكن مثلي مكسر يديها. وما بفعين زميلاتي أهز الوالدي صورة، كثر خيرها الدنيا ما جت كيف يبغيها. ومو ذنب الحظوظ الجات عدر بطيح منثورة، ومو ذنبه أجي يمشي وغيري من يوديها. ومو ذنبه بعد نسكن في حارة شبه مهجورة، مو ذنبه وانا تعودت على الدنيا ومآسيها. وياليتك بس يا أستاذة تعرف القلب شو شعوره إذا غرت فقد دمعة في عين أمك وشفتيها، وانا دمعة أبوي تطيح قدامي بلا شورة. هنا تبكي مديرتها وبكوا كل الحواليها، خذتها بالحضن قالت أنا بهالبنت مبهورة، وأنا كل مكتب الكلمة تهل دمعة وتمحيها. وردد نعن أبو ذاك الفقر إش جابه النورة، ترى كل الشرف ناله في ذاك الصف كرسيها. وشنطة عامها الماضي أم سيور مبتورة، وتنورة أختها الكبرى وشيلتها وجوتيها. وعبايتها بعد كانت بخيط اليد مقصورة، نرى ضحكة عيون الناس ولا ندري بخافيها. تبان بسمح لمحية غير النفس مقهورة، من العفة ليا تقبل تحس بالعز مكسيها، وهو في الواقع الجوهر يعاكس باطن الصورة. إذا حط الفقر نابه وش اللي منه يحميها، بها تنهش مخاليبه وهي الصيح مستورة. عزت نفسها عيت أبت تكسر مباديها، تعزي حالها بالصبر وهي الصيح مقهورة. سلام الله على نورة وسلام الله عطاريها، وسلام الله على وقت تعيش بظلم دستورة. كذا كانت حكايتها نقصني بس أسميها، وعادت شاعر مثلي يهمه راي جمهورة. وإذا جينا نعنونها قولوا وش نسميها؟ بسيطة، افتحوا قوسين وحطوا سالفة.